عملية استئصال الرحم إذا كان والله بقاء الرحم فيه التليف وفيه مثل هذه الأشياء اللي ذكرتيها يمثل خطر ويهدد حياة المرأة نعم بل قد يتأكد عليها ذلك ويجب عليها استئصال الرحم كونه يهدد حياتها أو ربما يتطور المرض إلى أمراض خطيرة جدا مثلا مستعصية ما عليه إثم ليس عليه شيء